نروح دلوقتي لفعاليات معرض صنع في دمياط للأثاث بمشاركة عدد كبير جدا من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط. ويمكن احنا عارفين ان اهم ما يميز محافظة دمياط او الهوية الخاصة بمحافظة دمياط هي صناعة الأثاث. في معرض دلوقتي بينظم في أرض المعارض صنع في دمياط لعرض منتجاتهم امام جمهور القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة للقاهرة الكبرى تحديدا والوافدين على أرض المعارض في مدينة نصر بأسعار تنافسية. تعالوا نشوف اللي بيحصل في أرض المعارض. انطلقت فعاليات معرض الأثاث صنع في دمياط في دورته الثالثة المقامة بقاعة مشاريع مصر في أرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة. المعرض مقام على مساحة 6000 متر وبمشاركة 74 عارضاً من صناع الأثاث بمحافظة دمياط، وذلك من جهاز تنمية المشروعات ومدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية. ومن المقرر أن تستمر تلك الدورة حتى يوم 17 من ديسمبر الجاري. ووسط حالة من السعادة بين صناع الأثاث والعاملين، شهدت الافتتاح الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وحسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بدمياط. تضمن المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأثاث الكلاسيك والمودرن الذي يناسب جميع الأذواق وبأسعار مناسبة، وحيث يقدم صناع المعرض عروضاً لفرش وحدة سكنية كاملة بأسعار تتراوح من 65 ألفاً إلى 85 ألف جنيه، وذلك في مبادرة جاءت تحت شعار افرش بيتك بتخفيضات متميزة على المنتجات وهدايا على عدد من المشتريات. يقام معرض صنع في دمياط ضمن سلسلة التعاون المشترك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستكمال الخطة التي بدأتها المحافظة لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة بدمياط ودعم الصناع والعاملين بهذا القطاع، إلى جانب المساهمة في خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم.